بقول للأسرة تقلقوش، خليكم صامتين والله غير تروحوا قريبا يجي فرجكم قريب باذن الله. ما تقلقوش، كل الشعب الفلسطيني معاكم، جميع العالم العربي كله والعجبي، ان شاء الله الفرج قريب. احنا بنحيي صمودكم، بنحيي البرغوثي، بنحيي سعدات، بنحيي كل الاسرى المضربين الاسرى، فارس العصار، ديال اغا، ورامي عمر، كلهم احلى تحيه لهم، والله ان شاء الله فرجهم قريب. قول لنتنياهو وكل العالم الاسرائيلي افرج عن اسرانا، افرجوا عن اسرانا، بدنا اولادنا يروحوا ان شاء الله قريبا بدنا احنا وياهم والزمن طويل يا جبل ما يجزك ريح. والله بدنا اولادنا يروحوا، ان قالوا اه وان قالوا لا باذن الله الفرج قريب جدا. اسرانا في خطر، كل العالم بده يتضامن والصليب كل العالم.